السيسي والرئيس القبرصي ورئيس وزراء اليونان يتفقون على التعاون في مكافحة ما يوصف بالإرهاب، ويناقشون مواجهة ما اعتبروه استفزازات وأطماع تركية في الشرق المتوسط. تقرير يرصد تسريح 1930 عاملا و94 احتجاجا عماليا في شهر أكتوبر فقط، فهل يتمكن العمال من انتزاع حقوقهم المسلوبة؟ وزير الاتصالات يعلن الانتهاء من تحديد شروط رخصة شبكة الاتصالات الموحدة، ويقول إن الجيش مشارك في المشروع لأنه مستفيد وسيستفاد من موارده. في موازنة عام الانقلاب، الدين الداخلي يرتفع إلى 95% من الناتج المحلي، وعجز الموازنة يزيد عن 255 مليار جنيه رغم المساعدات الخليجية. أهلا بكم من جديد، نواصل معكم مصر الليلة، ورحب أيضا بزميلي في تقديم هذه الساعة من البرنامج الزميل حسام يحيى في مواقع التواصل الاجتماعي. حسام أهلا بك. أهلا زين. ورحب أيضا بالزميلة سارة رأفت التي تقدم مواجز الأخبار. أهلا سارة. أهلا بك زين، وشكرا جزيلا لك، وأهلا بكم مشاهدين الكرام إلى موجز لآخر الأخبار. أعلنت وزارة الخارجية المصرية دعمها لمجلس النواب الليبي رغم صدور حكم من المحكمة العليا الليبية بحله، وأكدت الخارجية في بيان لها دعمها التام لما وصفتها بالحكومة الليبية في جهود الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسلامتها، وإطلاق حوار يضمن التوصل لحل سياسي استنادا لمبادرة دول الجوار التي تنص على ضرورة إخلاء ما تسميه الميليشيات المسلحة لجميع مؤسسات الدولة الليبية ومرافقها العامة. يأتي هذا بينما هددت رئاسة أركان الجيش الليبي باستهداف أي طائرة تنتهك مجالها الجوي دون سابق إنذار. وقالت رئاسة الأركان إنها سجلت ارتفاعا ملحوظا في عدد الانتهاكات للأجواء الليبية من قبل طائرات شحن قادمة من دول الجوار خاصة مصر، مصدرها جمهورية روسيا البيضاء. وأكد البيان أن هذه الطائرات تحمل أسلحة وذخائر لدعم كتائب القعقاع والصواعق وجيش القبائل الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر. قال عبد الفتاح السيسي الفائز بأول انتخابات بعد الانقلاب إن مصر ستمضي قدما نحو تعزيز العلاقات مع قبرص واليونان. وأضاف في مؤتمر صحفي أن الدول الثلاث اتفقت على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب. من جانبه قال الرئيس القبرصي إنه تمت مناقشة الأوضاع الداخلية في مصر وما وصفها بالاستفزازات التركية في المنطقة. اتهمت وزارة الداخلية أساتذة جامعات بتمويل ما وصفتها بالمخططات التخريبية لجماعة الإخوان. وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء هاني عبد اللطيف قال إن الأمن الوطني اعتقل عددا من أساتذة الجامعات بتهمة تمويل هذه المخططات من خلال الجمعيات الخيرية ولجان الزكاة على حد قوله. رفضت محكمة القضاء الإداري الطعن على وقف استيراد الدراجات البخارية بجميع أنواعها والسيارات ذات الثلاث عجلات التوك توك والتريسيكل ووقف استيراد مكوناتها. كانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت بإصدار حكم يلزم الحكومة بإصدار قرار يمنع استيراد التوك توك بدعوى أنه يلحق أضرارا بالنظام ويهدد الأمن العام والصحة والسكينة العامة على نحو يخالف أحكام قوانين الجمارك والمرور والاستيراد والتصدير. ارتفع عجز موازنة العام المالي المنتهي في يونيو الماضي إلى 255 مليارا و400 مليون جنيه مقابل 239 مليارا و700 مليون جنيه خلال العام المالي السابق. وفي مؤتمر صحفي أشار وزير المالية هاني قدري إلى أن العجز يعادل نحو 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف الوزير أن مستوى العجز في الموازنة العامة جاء مرتفعا رغم وجود موارد استثنائية حصلت عليها مصر العام المالي الماضي، منها 74 مليار جنيه مساعدات من دول خليجية. كان هذا كل ما لدينا حتى الساعة من أخبار، الآن عودة إلى زميل زين العابدين ليواصل معكم مصر الليلة، تفضل زين. شكرا جزيلا سارة رأفت.
طبعا احنا عارفين ان هو 20 مليار دولار، لكن اللي اعلن وزير الماليه هو 10 مليار فقط. ده حجم المساعدات الخليجيه التي اعلنت عنها وزاره الماليه. فين ال 10 مليار التانيين؟ مش عارفين. تعرفهم فين يا حسام؟ لا هو ادرى. طيب شوف كمان مواقع كيف يمكن التواصل مع البرنامج. تفضل. نعم زين. اهلا مشاهدينا، بامكانكم المشاركه معنا عبر صفحتينا على فيسبوك وتويتر، وذلك عبر هاشتاج مصر اندرسكور الليله. كما يمكنكم ايضا المشاركه عبر نافذتنا الرئيسيه الجزيره مباشر مصر. ونذكركم الان بما سنناقش في الساعه الثانيه من البرنامج. القضيه الثالثه، وزير الاتصالات يقول ان الجيش سيشارك في تنفيذ شبكه الاتصالات الرابعه لاعتبارات تتعلق بالامن القومي، فما هي هذه الاعتبارات من وجهه نظرك؟ ولماذا لم تكن هذه الاعتبارات موجودة في الشبكات الثلاث السابقة؟ أما القضية الرابعة والأخيرة، وزير المالية يقول إن إجمالي الدين العام بلغ 1.9 تريليون جنيه، بما يعادل 9.5 من إجمالي الناتج المحلي. من واقع حياتك اليومية، هل تلمس تراجعا أم تقدما في الاقتصاد المصري؟ إذن هذا ما لدينا في الساعة الثانية. بإمكانكم المشاركة كالعادة عبر صفحتينا على فيسبوك وتويتر، وذلك عبر هاشتاج مصر أندرسكور الليلة. لك زين. شكرا حسام. إذن الجيش سيشارك في الكيان الجديد الذي سينفذ أعمال تحديث البنية التحتية للاتصالات في مصر، هكذا قال وزير الاتصالات، ويؤكد أن نسبة مساهمة الجيش لن تزيد عن 50%. لكن السؤال هو لماذا يشارك الجيش في قطاع الاتصالات؟ وهل أصبح هذا البزنس هو المساحة الجديدة التي سيشارك بها الجيش لتعظيم إمبراطوريته الاقتصادية الخاصة التي قدرت ما بين 5% و60% من الاقتصاد المصري؟ وهل ستبقى بمصر قطاعات اقتصادية لا يشارك بها الجيش بعدما ساهم في قطاع العقارات والبترول والصناعة والتجارة والخدمات والكحك والبسكويت والزيت والمأكولات بأشكالها المختلفة؟ ويظل السؤال أيضا، هل هذا هو دور الجيش الحقيقي؟ بات الجيش في مصر متوغلا في كل القطاعات الاقتصادية، والسبب دائما اعتبارات الأمن القومي بحسب ما يردده المسؤولون في الحكومة المصرية. مؤخرا قال عاطف حلمي وزير الاتصالات إن مشاركة الجيش في شركة تؤسسها الحكومة لتنفيذ الأعمال البنية التحتية الحديثة للاتصالات تأتي لأسباب تتعلق بالاستفادة من الموارد والأراضي التي تملكها القوات المسلحة على حد وصفه. إنهم العميل الأكبر في هذا المجال، ولم يبقى إلا المراجعة النهائية للوثائق والرخصة بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمشغلين. جاء ذلك في إطار حديث حلمي لوكالة رويترز على هامش مؤتمر للاتصالات بالقاهرة، أكد خلاله أنه تم الانتهاء من وضع شروط الرخصة الموحدة للاتصالات وإنها لم تعد قابلة للتفاوض، مقللا من شأن ما تردد عن تحفظات لمستخدمي خدمات الهاتف المحمول حول تلك الشروط. وأضاف الوزير أن الحكومة ستصدر بنهاية العام تفاصيل تلك الرخصة التي تشمل خدمات الهاتف الأرضي والهاتف المحمول. ويقول الخبراء إنه إذا صدر نظام الرخصة الموحدة فإنه سيفتح الباب أمام الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للحكومة، والتي تحتكر تقديم خدمات الهاتف الثابت لدخول السوق المربحة لخدمات الهاتف المحمول، ويبدو أن الجيش سيكون طرفا فاعلا. وينص قانون الرخصة الموحدة أيضا على إنشاء شركة جديدة تختص بتطوير البنية التحتية للاتصالات في مصر، وهو دور رئيسي تطلع به حتى الآن الشركة المصرية للاتصالات. وسيكون لشركات يسيطر عليها الجيش دور مهم في تلك الشركة الجديدة الخاصة بالبنية التحتية للاتصالات، ولم تتحدد بعد أدوار شركات الهاتف القائمة والشركات الأخرى ذات الصلة. ولمناقشة هذا الموضوع رحب بضيفي في استوديو مصر الليلة، عمرو الأبوز الصحفي المختص بالشؤون الاقتصادية في صحيفة العربي الجديد اللندنية. أهلا بك. أهلا بك. كما أرحب بالمهندس أحمد حسين خبير نظم المعلومات. أهلا وسهلا بك. الفكرة كاتبين اسمك تاني عمرو، فأنا مش هقوله بقى تاني لأن قلته خلاص. الناس المهمين. أرحب بكما. أهلا بك يا أستاذ. طبعا مفيش جديد، هو الجيش بيمتلك الترددات في مصر كلها. صحيح. وبيسمح لعدد من الترددات لعدد من الشركات اللي هي شركات الاتصال. هو لن يطلق ترددات جديدة، سيحافظ على الترددات الموجودة ومفيش ترددات جديدة. وهيشارك في البنية التحتية مش للشركة الرابعة، وإنما للشبكة كلها اللي هي البنية الأساسية للشبكة كلها. صحيح.
انت وابدا بك مهندس احمد حسين. تفضل. الجيش عنده امكانيات لا شك انه هو عنده امكانيات، عنده هو اللي عنده الارض، عنده 87% من اراضي مصر حسب تقرير الجارديان. حسب لا الحمد لله تنازلوا عن 13% للشعب المصري، لكن هو عنده 87% من الاراضي المصريه، هو اكبر لاند لورد في مصر. صحيح. وده من زمان، يعني مش امبارح ولا النهارده، من زمان. صحيح. بحكم ان كل الاراضي المصريه، لان مصر كانت في حروب مع دول كثيره خصوصا مع اسرائيل، فكانت كل الاراضي مصر عمليه. صحيح. لكن هل هنالك اي ضروره لانه الجيش يساهم في البنيه التحتيه لشبكه الاتصالات في مصر؟ طيب زي ما حضرتك قلت، المشكله الاساسيه ان هو بيمتلك يعني نسبه كبيره جدا من اراضي جمهوريه مصر العربيه، بيمتلك نسبه كبيره جدا من الترددات، وبالتالي هو المهيمن، هو المسيطر. كل الترددات، وحاليا هو دلوقتي هو اللي بيمتلك الاقتصاد يعني هو معاه كل حاجه. هو في الاول والاخر، هو في الاول والاخر هو بيعمل ايه؟ حد حضرتك على سبيل المثال زمان لما كان شركه من الشركات بتطلب ان هي تاخد تصريح من عشان خاطر تفتح وتمد كابلات في الارض، خلاص، عشان كابلات اتصالات، خلاص، فكان بيعمل ايه؟ كان بيجي يقول لك انا عايز تصريح من الجيش. طيب يديله التصريح ازاي؟ يقول له لا تعالى الاول زي ما هتمد لنفسك كابلات، مد لي كابلات بنفس المواصفات بنفس المسافه وانا هديك التصريح، خلاص. فده كان بيتم في الفتره اللي فاتت. ده معناه ايه؟ ده معناه ان هو بيتحكم في زمام الامور، ولكن ما عندوش القدره الفنيه ان هو يقدر يمد هذه الكابلات بنفسه، فبالتالي بيستعين بشركات خارجيه، بيستعين بشركات الاتصالات. يعني لما نيجي نقول ان هو هيعمل البنيه الاساسيه، مش هو اللي هيعملها. لا، مش هو اللي هيعملها بالتاكيد، لان هو هيكسب منها. هو هيكسب منها بالظبط. بالظبط كده. هو المهيمن، هو المهيمن، هو المسيطر على كل الريسورسز او الحاجات اللي بتحتاجها شركات الاتصالات علشان خاطر ان هي تمد الكابلات او طب احنا بقى كمصريين كده، هل احنا نقدر نقوم بالمهمه دي لوحدينا من غير مساعده دوله الجيش الصديقه، ولا احنا فعلا محتاجين مساعدتها؟ لا، بالتاكيد احنا نقدر كمصريين نعمل كل حاجه لوحدينا، بس هي المشكله ان زي ما قلت لحضرتك هو مسيطر. لو احنا معانا الترددات الكافيه، لو احنا معانا طبعا هنسال خبير امني بعد شويه على اهميه انه الجيش يسيطر على الترددات من الناحيه الامن. انا صراحه ليا يعني برضو خلينا اجي بعدين للنقطه دي، لكن خلينا اقول ان زي ما بقول لحضرتك كده، طالما هو مسيطر يبقى اذا انا ما اقدرش ان انا ايه اعمل حاجه من غير ما يسيب لي شويه حاجات. لازم يسيب لي شويه حاجات. يعني ايه لازمه ان يبقى معايا تصريح من الجيش طالما ان الجيش ليه ممثل موجود في الجهاز القومي للاتصالات او جهاز التحكم القومي للاتصالات؟ ده وبعدين هو مش هيدي الترددات جديده اصلا. بالظبط بالظبط. ده هو معاه ترددات، هو معاه 95% من الترددات. هو سايب حوالي كام؟ حوالي 5% منهم، 1% المؤسسات السياسيه يعني برضه تبع الجيش. خلاص. طيب يبقى انت بتتكلم في 4% من الترددات موزعه على ايه؟ موزعه بقى على اذاعه وتلفزيون، موزعه على شركات الموبايل، موزعه على المصريه للاتصالات. كل الترددات دي هي يعني انت بتتكلم في نسبه بسيطه جدا انت اللي بتقدر تلعب فيها. طيب اقتصاديا بقى استاذ عمرو الابوز، ايه 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 ضروره انه يكون الجيش مشارك في البنيه الاساسيه، وخصوصا انه هو شارك بالفعل في مشاريع بنيه اساسيه كتير جدا في مصر؟ هو الجيش دايما بيتعذر بنغمه الامن القومي، اعتبارات الامن القومي. مفيش اي اعتبار للامن القومي بيدي الفرصه بس للجيش. بس موضوع الاتصالات ده ممكن يكون معاك. لا، نقول خلينا نقول حاجه، ان الجيش بيدير اكتر من 40% من اقتصاد مصر، من اقتصاد مصر، من خلال 4 أذرع استثماريه. كل هذه الثروه وكل هذا النفوذ بذريعه الامن القومي. ولكن يعني خلينا نقول كل الدول لديها اعتبارات امنيه، ومع ذلك لا نجد تدخل، لا نجد. لا، ورغم لا ذلك احنا مخترقين كتير في الامن القومي المصري. ومع ذلك عندنا ارهاب وعندنا اعداء ومؤامرات وحاجات زي كده. يعني ما بنتهزش لما اولادنا بيموتوا. ومع ذلك لا نجد في اي من جيوش العالم بتتدخل مثل هذا التدخل السافر في كل القطاعات الاقتصاديه وكل مناحي الحياه كما يحدث في مصر. يعني فقط نلحظ مثل هذه الممارسات في الدول التي تقع تحت حكم عسكري.
فقط. الأمر الثاني أن لو كان الأمر مرده الأمن القومي أو كل الاستثمارات اللي بيديرها الجيش بترجع لاعتبار الأمن القومي، فما داعي إذن لأن الجيش يستثمر مثلا في الصلصة أو في المكرونة أو في المياه المعدنية أو بيساعدك يعني وبيساعدك وبيزود موارده، ولكن لا بيزود موارده ولكن لا علاقة بالأمن القومي. نقول بقى أن الموضوع استثماري بحت. طب أنا ما نقولش أن الأمن القومي، هنفترض نبص للشركة دي تحديدا. ننظر للاقتصاد المصري من غير وجود حصة للجيش في الاقتصاد المصري، ألم يحمي وجود حصة للجيش المصري الاقتصاد المصري من عصر الخصخصة؟ لأن كان كل شيء هيتخصخص، فالجيش خد حاجات صحيح وبقت تبع الدولة، ما زالت تبع الدولة لأنها تبع الجيش مش تبع الدولة. وألم يحميها أيضا من الأزمة الاقتصادية العالمية؟ لا، خلينا نقول أن الجيش أثر سلبا على مناخ الاستثمار في مصر من خلال ايه؟ اولا الجيش منافس غير شريف وغير نزيه بالمره لكل شركات القطاع الخاص. القطاع الخاص ده بتعتمد عليه الدول، بيمثل اكتر من 80% من كل اقتصادات الدول في العالم. ما عادش في حاجه في الدول اللي حضرتك اطلعت كثيرا على اقتصادات اوروبا، فيش حاجه اسمها استثمارات حكوميه او قطاع حكومي او قطاع عام. كل الاستثمارات، كل الاقتصاد بيترك للمنافسة يعني، أو كل الأسواق بتترك للقطاع الخاص. الجيش بصفته منافس غير نزيه لاعتبارات، ما بقولش ان هو بيمارس ممارسات غير نزيهه، ولكن لاعتبارات منها ان الجيش لا يدفع ضرائب ولا يدفع جمارك ولا يدفع حتى ضرائب العقاريه، مما يجعله اقدر على طرح السلع اللي هو بينتجها باسعار اقل من منافسيه، وطبعا فيها شيء من غير يعني منافسه غير نزيهه. والامر الثاني ان الجيش معظم العاملين في كل مشروعاته جنود مجندين الزاميين. طيب. فبالتالي هو في يعني ما بيدفعش هو منافس، يعني هي منافسه غير عادله مع اي واحد، وبالتالي عمر القطاع الخاص في مصر مستحيل ما هيقدر ينافس. طالما وثالثا ان كل مش هيقدر يجيب عمال ببلاش، وثالثا ان كل مسؤولين في الحكومه للاسف بس هو مش كل علشان هنبقى منصفين، اغلب مشروعات الجيش مش كل مشروعات الجيش بيقوم بيها جنود، لان عنده الجيش عنده بيعمل في شركاته عدد كبير من المدنيين، في 50,000 عامل مدني بيشتغلوا في شركات الجيش. 50,000 عامل، احنا بنقول القوام لما تقول تقريبا، لما نقول ان 40% من اقتصاد مصر فقط لا يشغلون الا 50 المصانع الحربيه على سبيل المثال، كل اللي بيشتغلوا فيها مدنيين. ما انا لما اقول ان 40% من اقتصاد مصر لا يوظف اكثر من 40,000 مدني من اصل 28 مليون شخص قادر على العمل في مصر، يبقى دي كارثة. دكتور ثروت نافع ايضا وكيل لجنة الامن القومي بمجلس الشورى السابق، وهو ايضا خبير اتصالات معنا عبر الاقمار عبر السكايب من كندا. دكتور ثروت، الجيش سيشارك في البنية الاساسية لتحديث البنية الاساسية للاتصالات في مصر بنسبة تقل عن 51%. حضرتك شايف النسبة دي معقولة تتناسب مع دور الجيش في المجتمع دلوقتي للظروف اللي تمر بها البلد، ولا مش معقولة وليست مطلوبة اصلا؟ طيب، هو دليل آخر أول الجيش من مهمته كمؤسسة وطنية للدفاع عن البلاد إلى اهتمامه بأن يكون مؤسسة اقتصادية تهتم بالاستثمار والعائد المادي قبل المهمة الرئيسية له. في نقطتين أحب يعني أوجه المشاهدين إليها. وزارة الاتصالات أو قطاع الاتصالات هو أنجح القطاعات الاستثمارية الموجودة في مصر، والذي لم يدخله الجيش بعد باستثمارات كبيرة، وكان يسعى إلى ذلك من أيام عهد مبارك. وكان مجموعة جمال مبارك تقف أمام هذا، لأنها حقيقة الأمر كانت مجموعة ذات خبرات الاتصالات والاستثمارات أقوى من الجيش بكثير جدا، وكانت تعلم أن دخول الحكومة في هذا المجال أو الجيش تحديدا سيفسده. ثم بعد الثورة ظل الجيش، أنا عايز أدي حقائق بس عشان الناس تاخد بالها، بعد الثورة يعني بعد ما تولى المجلس العسكري ظل هذا القطاع من الناحية الحكومية وهو وزارة الاتصالات والجهاز القومي للاتصالات وما إلى ذلك تحت سيطرة الأمن القومي والمخابرات الحربية والسيسي والجيش كرقابة، وكان أملهم أن هم يخشوا في قطاع استثماري، لأن زي ما قلت لحضرتك هم يسعوا إلى الاستثمار قبل أي حاجة من الأمن القومي. حتى تعيينات وزراء الاتصالات منذ قيام ثورة 25 يناير لم يكن للثوار فيها أي يد. أراجعهم لك كلهم لو عايز، بس مش عايز أضيع وقت برنامج حضرتك. كلهم اللي كان بيختارهم الجيش، حتى وزير الاتصالات في عهد مرسي الذي اختاره الجيش وذو خلفية عسكرية رغم حبي واحترامي
طيب هل واعتبار حضرتك وكيل لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى، هل في أي ضرورات أمن قومي في أنه الجيش يحاول أن يكون له دور كبير في قطاع الاتصالات؟ إيه الضرورة، ضرورة الأمن القومي إيه في الحالة دي؟ لا أنا كنت ضد هذا وقدمت تقرير اتعرض على المجلس، كان المفروض هيناقش في. طب هم بيقولوا إيه يا فندم؟ يعني هم في نقاشاتكم كانوا بيقولوا إيه الضرورة يعني؟ يعني احنا عايزين نفهم ايه الضروره. هم فكروا ازاي يعني؟ هم شايفين انه في ليه حاجه تخص الامن القومي؟ لا هو عايز يسيطر على جميع القطاعات ويحط المعاشات بتوعه فيها وياخد فيها، وخصوصا القطاعات الرابحه واللي بتاخد فلوس. يعني ايه دخل مثلا المدير الاداري جوه الجهاز القومي للاتصالات يبقى مثلا ضابط جيش سابق او ما الى ذلك؟ اللي يخليه يحط في الجهاز القومي للاتصالات في مجلس الاداره بتاعته ضباط للجيش سابقين وما الى ذلك، ياخد كل واحد فيهم مئات الالوف. هو عايز يسيطر على كل القطاعات، لكن هو ما كانش داخل باستثمارات، هو كان يعني مساله الامن القومي اللي هو احنا يعني الامن القومي طبعا في كل دول العالم تعريف بطاط ما حدش عارفه، بتستغله كل الحكومات للحصول على بعض الامتيازات ولمراقبه الاتصالات واشياء من هذا القبيل. لكن انت بتقول حضرتك انه الامن القومي اللي الشماعه اللي بتستخدم في مصر دلوقتي برضه هي شماعه لتوسيع امبراطوريه الجيش الاقتصاديه. صحيح، او التدخل في امور اشياء عايز يفضل على طول اوير بيها او يعرف ايه اللي بيجرى فيها حتى لا ينقلب عليه احد. يعني هو كان يتواجد في بعض القطاعات بحجة الأمن القومي، وعشان كده بدأنا نحط تعريف للأمن القومي وبدأنا نبعده بالتدريج عن القطاعات اللي ملوش أي دخل بيها كمؤسسة وطنية. بس في ضرورات أمن قومي كمان يا دكتور ثروت، يعني مثلا لما تبقى شركة، ممكن تبقى شركة عندنا وفي نفس الوقت شركة في إسرائيل وهي نفس الشركة وبتتعامل هنا وبتتعامل هنا وعندها كل الاتصالات، ما هو الجيش لازم يبقى عارف الحاجات دي ولا ايه؟ من خلال الرقابه بقى. لا يا فندم، قطاع الاتصالات قطاع يعني صعب جدا السيطره عليه من ناحيه الشركات اللي بتتعامل فيه، لان احنا معظم الابلكيشنز مثلا اللي احنا بنتكلم عليها والكلام ده كله ليها تواجد من شركات صهيونيه واسرائيليه وليها توجهات مختلفه سياسيه. لكن انت تستطيع ان تسيطر على يعني او تتحكم فيما يدخل اليك او في التسريبات او في او فيما يتجسس عليك. الحاجات دي فعلا امن قومي وسهل جدا السيطره عليها بعيدا عن التداخل في الاستثمار والدخول في القطاع من الناحيه الاداريه. يعني ده شيء بعيد تماما عن هذا، وسهل من ناحيه التقنيه. طيب. يعني انا اكلمك كمن ناحيه تقنيه، سهل من الناحيه التقنيه وبعيدا عن الاستثمار تماما. طيب ارجو ان تبقى معي دكتور ثروت نافع، معنا ايضا عبر الهاتف من القاهره اللواء عبد الحميد عمران الخبير العسكري والاستراتيجي. الجيش، المؤسسة العسكرية المصرية، الجيش المصري يسيطر على 95% من الترددات في قطاع الاتصالات، وال5% الباقية متوزعة بقى على كل الشركات المحمول والشركات الاتصالات والتليفونات والتلفزيون والرئاسة وما شابه ذلك. هل هذا الوضع هو الوضع الطبيعي لدى كل الجيوش في العالم؟ مساء الخير. أنا أعتقد أن الرقم اللي حضرتك بتقوله ده يعني قد لا يكون هو اللي بيحدث، ربما 95% من شريحة بتاعت الاتصالات العسكرية لكن من الباندويت كله بتاع كل الترددات ما اعتقدش الجيش له 95% منها ابدا. ده وزير الاتصالات يعني اللي قال كده يا فندم، وزير الاتصالات المصري هو اللي قال كده. بيستخدمها ولا عاطف حلمي عليها ولا يا فندم؟ وزير الاتصالات عاطف حلمي هو اللي قال ان الجيش هو اللي عنده ترددات. يعني كل الترددات عند الجيش ولا انا يعني اللي اعرفه ان اي حد كان بيحتاج الى تردد يلجا الى هيئه الاتصالات، وهيئه الاتصالات فيها عضو موجود من القوات المسلحه دايما عشان يصدقوا له بالتردد اللي هو عاوزه. بس هو لازم الجيش يوافق على التردد الاول، مش كده ولا ايه؟ لازم طبعا. هو احد مكونات اللجنه اللي بتصدق على تعيين التردد لشركه او لحد يعني. طيب ايه يعني الترددات اللي موجوده في مصر الجيش نسبته فيها قد ايه؟ لا حاليا لا اعلم، يعني بتتغير بمرور الوقت، لكن طيب يعني ايه الطبيعي؟ طبعا هو لازم يكون الجيش عنده اتصالات امنه، ده لا شك فيه، ولازم تكون الجهات السياديه في الدوله تكون عندها شبكات، يعني شبكات للاتصال الامن بينها وبين بعضيها وبينها وبين العالم كذلك. لكن ما يبقاش عندها كل الترددات بقى، يبقى عندها ترددات امنه ليها هي لوحديها ما حدش يقدر يتدخل فيها.
هل ده النظام المعمول به في العالم ولا العالم بيشتغل ازاي؟ الجيوش في العالم بتشتغل ازاي؟ بتتواصل ازاي؟ هوضح مره ثانيه. البندويث الكبير كله على بعضه موجود ومش مستخدم كله، مستخدم منه نطاقات محدده من كذا الى كذا ومن كذا الى كذا ومن كذا الى كذا. الجيش احد الاطراف التي تصدق بالنطاق اللي عاوز طرف اخر يستخدمه، سواء كانت هي شركه محمول او شركه بترول او ايا كان. الجيش احد اعضاء اللجنه اللي بتصدق بتحديد هذا النطاق من كذا الى كذا للمؤسسة الفنية والشركة الفنية. بقية القطاع زي ما حضرتك نقول الأرض الصحراء الموجودة في مصر، أما بيجي حد عاوز يعمل مشروع بياخد تصديق من عدة جهات، الآثار وكذا، ومن ضمنهم الجيش. فبيخصص له قطعة أرض. مش معنى هذا الكلام إن الجيش مستخدم كل أراضي مصر، لا، يعني مش عارف الأمور واضحة ولا مش واضحة. طيب إذا الجيش هو اللي بيحدد المساحة اللي بتاخدها كل شبكة، مش كده ولا إيه؟ يعني مين اللي بيسيطر في الاخر على الباندويث اللي حضرتك قلت عليه دوت، اللي هو كل الترددات في مصر، مين بيسيطر عليها في النهايه؟ الشركه اللي قايمه نفترض شركه محمول بتطلب التصديق بتاع القوات المسلحه وهي بتطلب التصديق. يبقى اذن القوات المسلحه هي اللي بتسيطر في الاخر، يعني السيطره النهائيه للقوات المسلحه. احد الاطراف الذين يصدقون احد اعضاء اللجنه العليا لهيئه الاتصالات اللي بتصدق بالترددات، احد اعضائها من القوات المسلحه. وهل ده هو النظام المعمول به في كل دول العالم؟ يعني كل جيوش العالم هي لازم توافق على حاجات زي كده، ولا مين اللي بينسق؟ طبعا لازم. هقول لحضرتك بس ميز بين حاجتين. في السيفيل باند اللي بيسموه اللي هو النطاق المدني من 176 لكذا، ده مع اي حد ممكن يستخدمه، مفيش مشكله، سيفيل يعني فيش رقابه عليه ومفيش سريه فيه. لكن الترددات ما قبل هذا وبعد هذا لابد من تصديق عليه. يعني حضرتك عمال بيشتغلوا في مكان ما على سلالم وكلام، بيستخدموا اكيد ضله سلكي دي في السيفل باند اللي هي ما فيش قيود عليها. لكن بتبقى المدى بتاعها محدود والواتج بتاعها محدود. لكن لما اجي لشبكات ضخمه محمول او شركه بترول او شركه تسير سيارات امن في القاهره او شيء من هذا القبيل، دي بيدوا له نطاق اخر غير النطاق المدني. النطاق المدني اي واحد يدخل عليه ويسمعه، بيدوا له نطاق اخر يتصف بالسريه ومحدد من كذا الى كذا. تمام. ارجو تلقى معايا دكتور عبد الحميد عمران. نشوف ايضا اعود الى ضيفي في الاستوديو المهندس احمد حسين، او لا نشوف مشاهدين عبر مواقع التواصل، اسمح لي نشوف مشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ايه تعليقاتهم على تصريحات وزير الاتصالات مع الزميل حسام يحيى. تفضل. نعم زين. بعض المتابعين والمغردين عندهم تخوفات كبيره قد تكون مشروعه، منهم احمد سليم اللي بيقول كده السيسي هيطلع لنا من سلك التليفون وسماعات الموبايل، وكمان ممكن يكتب مكاننا على الواتساب. عندك يا احمد. ايضا ننتقل الان الى رويه بتقول بلا امن قومي بلا بطيخ، الجيش راشق في كل حاجه ومكوش على اي حاجه في البلد، ربنا يرحمنا منه. تعليق اخر من طه، شوف هتلاقيهم حاشرين نفسهم في كل حاجه، ممكن لو عايز مدفن هتلاقيهم مستحوذين على المدافن، حتى الموت مش هيسيبوني هنا. ننتقل الى تعليق اخر لوليد قال وكانوا بيقولوا مصر هتتاخون، اهو الجيش سرقها كلها، واللي هيعترض هيقولوا عليه ارهابي. تعليق الأخير من فيسبوك مع سيف، لأن القوات المسلحة المصرية أكبر شركة استثمارية، شغل مقاولات، مكرونة، كعك العيد، وهيقلبوا رزقهم دلوقتي في أعمدة الشبكات وكروت الشحن. وهننتقل إلى تويتر، نبدأ بخيري، شركة مضمون لها عملاء بالإجبار ومكسب سريع سبوبة، يا متعلمين يا بتوع المدارس. تغريدة أخرى من محمود، وماله يا اخواننا مش عيب، الجيوش تعمل اسلحه وطيارات واحنا نعمل شبكات ونعمل البحر طحينه ونكتب عليه اسامينا. ايضا تغريده اخرى من نسمه، كويس عشان لما تحصل معاكسات نفكنا من مباحث الاتصالات واي حاجه ليها لازمه ونتجه فورا للنيابه العسكريه. ايضا تغريده اخرى من احمد، طبعا الفلوس اللي هيلمها امن قومي وكمان يتسلى براحته على مكالمات الخونه اللي عايزين يعدلوا نظام الحكم. تغريدة أخرى من شعبان، أبشروا مش قال لكم بكرة تشوفوا مصر؟ عاشت جمهورية مصر العسكرية للاتصالات الدولية واللاسلكية والسلكية وبتعريفة جمركية وبقبضة مخابراتية. ليك زين. شكرا جزيلا عمرو. حسام مش مهم خلاص. ليه وليه كل يوم. شكرك حسام يحيى. أعود إلى ضيفي في الاستوديو مهندس أحمد حسين. مش معنى ان الجيش هيشارك في بناء البنيه الاساسيه او تحديث البنيه الاساسيه ان هو ده هيمكنه من ان هو يراقب الاتصالات زي ما احد المشاهدين بيقول، لان هو ممكن يراقب الاتصالات حتى لو ما كانش له علاقه خالص بالبنيه الاساسيه، صح ولا لا؟ صحيح. هي بس انا كان في حاجه عايز اضيفها لكلام الاستاذ ثروت، ان
يعني ليس هكذا يتم معاملة الأمن القومي. يعني الأمن القومي عشان عمله بشكل ظريف ويحقق أعلى نسبة من النجاح يجب أن أنا أتعامل مع الناس على أن هم يعني أصحاب عقول، وأتعامل مع الناس أحترم عقولهم، وأتعامل مع الناس بأن هم يعني مواطنين صالحين في حد ذاتهم، وأديهم الثقة وأديهم الرخاء، وبالتالي يبقى أنا في الحالة دي مش هخاف من الناس اللي هم ممكن يعملوا مكالمة كده أو كده. لكن إحنا بس ده ملوش علاقة بالموضوع على فكرة. النهاردة الموضوع النهاردة أن هم هيساهموا في تحديث البنية الأساسية، صحيح، وأن هو كأي وزارة الدفاع في الدنيا كلها أن هم هيطلبوا ان هم يوافقوا على الترددات، وده القانون ان هم يوافقوا على الترددات علشان ما تتدخلش مع ترددات الجيش. في مشكله كبيره هتواجهكم. ايه المشكله بقى؟ ايه المشكله ان الجيش يساهم في تحديث البنيه الاساسيه للاتصالات في مصر؟ ايه انا هتضرر انا كمواطن؟ هي ايه الضرر اللي هيقع عليا من هذا؟ لا، هي اولا يعني خلينا نقول زي ما بقول لحضرتك، الموضوع موضوع اقتصادي زي ما الاستاذ عمرو اتكلم. الموضوع موضوع امن قومي، هو مش امن قومي زي ما وضحت من شويه، لكن في الاول والاخر فنيا هو هيواجه مشاكل كثيره جدا. اولها ان البنيه الاساسيه اللي موجوده حاليا على الارض لا تسمح بان هو يدخل شركه رابعه ويوحد الرخصه ويبدا ان هو يظبط الامور. ده جزء ثاني في النقاش النهارده اللي هو توحيد الرخصه. وانه كل الشركات تقدر تقدم خدمات التليفون الارضي. أيوة. للمشتركين. فيش مبنيين على سبيل المثال اللي عندها اعتراضات وتحفظات. ايه موقف الشركات من هذا الموضوع؟ طيب خلينا اوضح بس حاجه مهمه جدا. الاول هو في الاول البنيه الاساسيه اللي موجوده عندي خلاص كان المسيطر على الكابلات الارضيه هي شركه المصريه للاتصالات. وهي ما زالت المسيطره حتى هذه اللحظه، هي ما زالت مسيطره في هذا الموضوع. ودي قطاع عام. ده قطاع عام بالظبط كده. المشكله الاساسيه ان اللي خلتهم يفكروا في هذا الاتجاه ان هم محتاجين يقللوا من الخسائر بتاعتهم نتيجه ان الناس بدات تعزف عن النظام القديم في الاتصال. وبداوا يتجهوا للموبايل، فقال لك طب نعمل ايه؟ قال لك طب لا خلاص نقلل بقى الخسائر دي ونطور الشركه ان هي تبقى يعني ايه شغاله في مجال الاتصال اللي هو المحمول. طيب هنا دخلت شركه قويه خلاص تملك الكابلات اللي هي بتستخدم احيانا في التواصل ما بين الشبكات وبعضها او حتى نقل بعض البيانات خلاص. فبالتالي هنا اصبح المنافسه ما بقتش عادله. شركه عندها الكابلات الارضيه وهتخش قريبا الاتصالات المحموله. الشركات اللي هي ترفض ان هي تعمل بالرخصه الموحده دي هيحصل لها ايه؟ لا هيحصل لها ايه يعني؟ اكيد هيحصل لها مضايقات في اعمالها. هيتم مثلا يعني ما عنديش فكره صراحه ممكن ايه اللي عمرو الابوس يقول لنا بقى. هو طبعا الشركات دي هتحرم من ان يعني حصه كبيره جدا من سوق واعد لسوق الانترنت. سوق ده بينمو تقريبا سنويا بمعدل 38%. النهارده عندنا 44 مشترك على الانترنت في مصر مقابل 44 مليون مشترك في الانترنت في مصر مقابل 18 مليون في 2010. فطفره هائله وقفزه هائله. من المتوقع ان تحدث ايضا طفره اخرى تفوق هذه بفضل الرخصه الموحده. الشركات المحموله خاصه موبينيل تحدث خسائر من 2011 في امس الحاجه لان هي تشترك في نظام الرخصه الموحده علشان يكون متاح ليها تقديم خدمات الانترنت الارضي اللي بيحتكرها حتى الان شركه المصريه للاتصالات. تمام. المنقذ الوحيد لشركه موبينيل فهي ربما تضطر تضطر بدون اي مضايقات على فكره ولا حاجه، تضطر ان هي تشترك في هذه الرخصه لتعويض بعض خسائرها اللي بتفقدها منذ الربع الاول من 2011. المشروع استثماري بحت ناجح جدا، هيربح وفق دراسه حكوميه لجهاز تنظيم الاتصالات 30 مليار جنيه في خلال 15 سنه المقبله على الاقل. حصة الجيش وزير الاتصالات بيقول ان هي لن تصل الى 51%، ولكن ده ربما يكون منافي للواقع لسبب ان معروف طالما الجيش هيساهم فالجيش هياخد حصة قوية، حصة اكثرية ان لم يكن اغلبية. في شرط حطاه وزارة الاتصالات ان كل حد هيشترك في هذه الشركة، في الشركة الجديدة اللي هي لتطوير البنية الاساسية لقطاع الاتصالات، يدفع 300 مليون جنيه بغض النظر عن قيمه مساهمته في الشركه. تمام. بمعنى ان قيمه راس مال الشركه المبدئيه 500 مليون جنيه. مش مهم انت هتساهم بقد ايه، المهم طالما انت اعتزمت
او انت ويت ان انت هتشترك معنا في الشركه دي بتدفع ترخيص بس 300 مليون جنيه. بالتالي الشركات هذا طيب. القرار يصرف بشكل غير مباشر الشركات الخاصه عن ان هي تشارك. ليه انا هدفع 300 مليون زي الجيش؟ انا ممكن ما اخدش غير 10% يكون مساهمتي بس اقل من 10%. طيب. دكتور الجيش هياخد اكتر من 49% وادفع زي الجيش. فبالتالي وزاره الاتصالات او الحكومه بتصرف بشكل غير مباشر شركات الخاصه عن ان هي تشترك في هذه الشركه لافساح الطريق امام الجيش ليسيطر على حصه اكبر. طيب ده هيعمل ايه بقى دكتور ثروت نافع في قطاع الاتصالات في مصر؟ انت حضرتك تفضلت بالقول قبل قليل انه دي كانت محاولات مستمره من الجيش حتى ايام حسني مبارك للسيطره او التمدد في قطاع الاتصالات. هل هذه هي اللحظه المناسبه اذن لهذا التمدد الذي تاجل سنوات طويله؟ وكيف سيؤثر ذلك على قطاع الاتصالات؟ صحيح. دعني بس اقول تعليقين. اولا الضيف حضرتك الاستاذ احمد بيقول دكتور ثروت بيتكلم عن الامن القومي، واضح ان هو ما سمعش انا بقول ايه على الامن القومي، انا بتكلم كلام تاني خالص. الحاجه الثانيه، في بعض المعلومات عايزه توضيح برضو اخر. الشركه المصريه للاتصالات لم تكن اخسر، كانت من اكثر الشركات الرابحه في مصر. بتكسب احنا ما قلناش ان هي بتخسر على فكره. احنا كنا بنتكلم، هو الاستاذ عمرو الابوز بيتكلم على موبي نيل، على موبي نيل مش للمصريه للاتصالات. لا، هو بيقول السبب في دخولها في الرخصه الرابعه. الرخصه الرابعه دي فكره طرحت من ايام مبارك ثم ايام الثوره، الغرض منها دخول الشركه المصريه للاتصالات في مجال المحمول، وكنا بنعزز الفكره دي وبنناصرها. لكن الجيش كان بيحاول دايما يوحي لوزير الاتصالات انه يقف امام الشركه المصريه للاتصالات. ليه؟ لان الشركه المصريه للاتصالات يمتلكها المصريون، ودخولها في مجال المحمول هو جيد جدا كمنافسه للشركات الخاصه بتاعت ساويرس وموبينيل وما الى ذلك. الجيش كان بيناصر دايما شركات المحمول على حساب الشركه المصريه للاتصالات، ولذلك ترى في الصفقه الجديده يا فندم ان هم بيحاولوا يقللوا حصه الشركه المصريه للاتصالات في هذه الشركه، وربما لا تدخل فيها بالمره اصلا. هي لن تشارك اصلا، المصريه للاتصالات لن تشارك في هذه الصفقه. وهذا خطر، هذا خطر كبير. يعني الشركة الوحيدة اللي بيملكها المواطن مش هتشارك، وتعود على المواطن المصري. الجيش عايز يحكمها ويخش هو شريك مع شركات المحمول واصدقائه من رجال الاعمال فيها. اشكرك. وهذا خطير جدا. الرخصة الرابعة دي لابد ان يتم ايقافها حتى يكون هناك شكرا يعني برهانا حقيقيا للمصريين. شكرا جزيلا دكتور ثروت نافع، وكيل لجنه الامن القومي بمجلس الشورى السابق. واشكر ايضا ضيفي عبر الهاتف من القاهره الدكتور المهندس اللواء عبد الحميد عمران الخبير العسكري، وضيفي في الاستوديو احمد حسين خبير نظم المعلومات، وعمر الابوز الصحفي الاقتصادي. شكرا جزيلا. شكرا. وما زلنا معكم في مصر الليله وفي البرنامج بعد الفاصل. في موازنه عام الانقلاب، الدين الداخلي يرتفع الى 95.5% من الناتج المحلي الاجمالي، وعجز الموازنه يزيد على 255 مليار جنيه رغم المساعدات الخليجيه.